واش في بالكم بان بزاف ديال الدول نما الاقتصاد ديالها بسبب القهوه؟ كيفاش القهوه اثرت على الاقتصاد بالكامل ديالو؟ وكيفاش دوله من انها فقيره باش انها ولات من بين الدول اللي كتنافس في الاقتصاد؟ فالقهوه كان عندها واحد الدور مهم. فانا باش تعرف قصه كامله بقى معايا، ولا قبل تشارك عندي في القناه ديالي على الفيسبوك كذلك على اليوتيوب. واش في اخباركم بلي القهوه كتعتبر من بين المنتوجات اللي كتستهلك بزاف في العالم، بين المشروبات اللي كتستهلك الى جانب مجموعه من المواد الغازيه ولا المواد الكحوليه، فانها كتستهلك بواحد الدرجه كبيره في بزاف ديال المجالات، في العمل ولا في الدراسه ولا في ان الناس كيقراو بها ولا الناس كيستعملوها كموقد باش انها تفيقهم باش يديروا شيء. فكترجع القصه ديال البدايه ديال القهوه لواحد الراعي كان كيسرح الماعز في واحد القبيله بجنوب اثيوبيا. فهاد الراعي سميه ديالو خالدي. ففي واحد اللحظه كيكون سارح الماعز كيبان ليه ان الماعز كيتحرك بواحد الطريقه غريبه، كيدير واحد الحركات اللي ما موالفش كيديرها بعد ما كال ديك الحبوب ديال القهوه. فشنو غيدير؟ غيجي واحد الفضول وغيشوف بغي يشوف شنو هو السبب ديال ان ديك الماعز كيتحرك بواحد الطريقه غريبه، فغيهز ديك الحبوب ديال القهوه وغادي يستعملها. فمن هنا بدات القصه ديال القهوه، من هنا بدات القصه ديال القهوه وبدات كتصدر لاثيوبيا. اول حاجه فانها كانت كتصدر من اثيوبيا، وكانوا الناس ديك الساعه كيشربوها باش انهم يبقاو فايقين وباش انهم ينوضوا الصلاه ديالهم ويؤديوا الصلاه ديالهم. فكانت كتعتبر على انها موقد كينفيق الناس باش يصليوا ولا باش يديروا شي اعمال شاقه في الصباح. مع الوقت انتشرت القهوه في انحاء العالم، فانها غزات اوروبا وغزات مجموعه من الدول، ولاو الناس كيتفنوا في الصناعه ديالها. فمثلا ايطاليا عندها واحد النوع معين ديالها، اثيوبيا عندها واحد النوع، مصر عندها واحد النوع، فالجزائر كذلك عندها واحد النوع. فبداو الناس كيزرعوها في اليمن في القرن السادس عشر، ولات معروفه في بلاد فارس مصر وسوريا وتركيا، وانتشرت في اوروبا كذلك من خلال انشاء مجموعه من المقاهي بانجلترا وفرنسا والنمسا وكذلك المانيا. ولات واحد المشروب اللي رئيسي في وجبه الافطار، وبدات التنافس ديال الصناعه ديالها بطريقه كبيره لانه كانوا الناس كيستعملوها وكان عندها واحد الاقبال. ومن بعد هادشي ولات هولندا كتعتبر من بين الدول اكثر تصديرا، فالمانيا استطاعت انها تنمو الاقتصاد ديالها بسبب القهوه، وخلات كلمه كوفي اللغه الانجليزيه في عام 1582، وكانوا كيتسموا القهوه ديك الساعه مدارس للحكماء.